طيب انا بس عايز اعرف الاهداف المتوقعه، يعني احنا بنحسبها ازاي؟ ليه ليفربول عند حضرتك ان هو 88% الاهداف المتوقعه ليه في المباراه، والريال مدريد 1.77 او 1.77؟ الاهداف المتوقعه بتتحسب بناء على الفرص المتاحه وخطورتها والناتج بعد الفرصه، يعني النتيجه بعد الفرصه. فبناء على شكل اداء ليفربول او الفرص اللي اتيحت له خلال المباراه، طبعا هي ما بتتحسبش بنسبه اللي هو 1 2 3 النسبه الرسميه، هي بتبقى بتحسبها وليكن مثلا سبع فرص. السبع فرص كان اللي تقدري تحرزي من خلالها مثلا من خمس فرص وليكن مثلا يعني، فبتطلع في الاخر النسبه 88%. ف يعني ده دليل فكره ان ده ضعف تقريبا، الاهداف المتوقعه لريال مدريد ضعف الاهداف المتوقعه لليفربول. ده دليل ان ريال مدريد كان بيهاجم بشكل اكبر بالزبط. من بالظبط. في بعض التقارير اللي اتكلمت على انزعاج محمد صلاح خلال المباراه من انانيه ساديو ماني، شفت ازاي التقارير دي وبالنسبه لك ما مدى صحتها؟ يعني انا كنت لحد يعني فتره فاتت قريبه كنت معترض او ما كنتش مقتنع قوي بفكره ان ساديو ماني ما بيقصد او بيقصد ما يبصيش لمحمد صلاح وبيكون عنده فرصه للتمرير او ان يدخل صلاح انفراد وده وما بيعملش ده. لكن الحقيقه في بعض المباريات مؤخرا لما بدات اركز بدات الاقي ان الموضوع قد يكون مقصود، لان امبارح في الوقت اللي انت متاخره فيه 2-0 او 2-1 او 3-1 وتحديدا لما كانت النتيجه 3-1 جت فرصتين لساديو ماني، منهم فرصه كانوا ثلاث لعيبه على اثنين وكان فيرمينيو فتح في الناحيه الشمال، كان ساديو ماني كسر بالكره على قلب الملعب ومحمد صلاح كان في اليمين وكان وش ساديو ماني مواجه لمحمد صلاح والاثنين قلب الدفاع اللي كانوا ناتشو ميليتاو والاثنين ضغطوا على ساديو ماني. يعني مجرد لمسه لساديو، يعني اي حد في الملعب حتى لو ما بيمارسش كره القدم اسهل شيء في الدنيا انه يدي التمريره لمحمد صلاح، وساعتها محمد صلاح كان هيدخل انفراد، ومع ذلك ساديو ماني تباطأ فيها بشكل كبير جدا ووقف على الكوره لحد ما وقع والكوره اتقطعت. ظهر بالنسبة لي يعني قناعات ان فعلا ساديو ماني في مشكلة، يعني في الموضوع مشكلة وقد يكون بيعمل ده بشكل مقصود. واذا كان محمد صلاح منزعج من ده فليه طبعا كل الحق، ليه كل الحق. طيب في ارقام جديدة حققها محمد صلاح بعد مباراة امبارح؟ طبعا هو محمد صلاح اولا على الصعيد المصري بقى خامس لاعب مصري يسجل في ريال مدريد. وده برضو يعني انت عارفه دايما التسجيل في ريال مدريد وبرشلونه تحديدا بما انهم الناديين الاكثر جماهيريه بتكون يعني فرصه ان انت تسجلي الارقام. يعني يمكن اخر لاعب سجل في ريال مدريد اخر لاعب مصري كان محمد زيدان، وقبل كده كان ابراهيم حسن سجل في ريال مدريد. ويعني محمد صلاح ده الرقم المصري، لكن الرقم العالمي انه وصل ل 26 او الرقم الخاص بليفربول، انه اولا بقى خامس لاعب في تاريخ ليفربول يوصل لاربع مباريات متتاليه في تشامبيونز ليج او بطولات اوروبيه يسجل فيهم بشكل متتالي. كان اخر حد عمل ده كان ستيفن جيرارد، صلاح هو اخر حد او اخر لا او خامس لاعب حقق ده في ليفربول، وده رقم كمان مش قليل. الرقم الثاني انه بيواصل صدارته لقائمه هدافي ليفربول في دوري ابطال اوروبا برصيد 26 هدف، وبرده ده رقم عظيم جدا. فكره انك تلعبي ثلاث اربع سنين في ليفربول وتوصلي تكوني الهداف التاريخي على اساطير لعبت سنين وسنين وشاركت في بطولات اوروبيه طبعا، وكان المتصدر قبليه هو الاسطوره ستيفن جيرارد، فده رقم محترم جدا وشيء مبهر وشيء يشرفنا كمان كمصريين.